السلام عليكم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما قولك فيما حدث في مؤتمر عدم الانحياز وكلمة الدكتور مرسي وتحريف المترجم للكلمة؟ أما كلمة الأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير من ترديه على الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا صنيع حسن، أسأل الله أن يجازيه عنه خيرا. أما ما صدر من التحريف فهذا ليس بجديد على أهل الرفض البعداء البغضاء، فأهل الرفض البعداء البغضاء إذا كان بعضهم تسوغ له نفسه أن يحرف القرآن ألا يحرف مقولة الدكتور محمد، فهذا ليس بصنيع بعيد عن أهل الرفض وأهل الضلال والعياذ بالله.